نتكلم حقوق المرأة حقوق إنسان. عايزين إيه تاني؟ يعني أنتوا إيه 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 الأحلام؟ عشان كده بقرر في كل كلمة يعني أنتوا عصر حافظ على المكتسبات أعطاها المزيد من المكتسبات المزيدة. ولكن كمان ترك الأحلام يعني لعنان السماء. احلموا اطمحوا لأن ال- 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 القيادة لما بتبقى مقتنعة بهذا بأن المرأة اللي ده حقها وأن ده واجب وطني اتقال على أن حقوق المرأة والعمل على أن ينديها حقوقها هذا واجب وطني مش منا ولا ملف سياسي برضه ده واجب وطني. طب لما كل الحكومة تسمع أن ده واجب وطني، الشعب يسمع أن ده واجب وطني، المرأة في نفسها تسمع ده واجب وطني. احنا مرة كنا في محافظة من المحافظات وسيدة كده يعني كده بسيطة يعني قالت لي انا عايزة اشتكي. قلتها هتقولي بقى شكوى تفضلي. قالت لي انا عايزاكي اشتكي جوزي للسيد الرئيس. ليه؟ علشان هو مش بيعاملني زي ما السيد الرئيس طالب ان الرجالة تعامل السيدات. فالكلام بتاع السيد الرئيس بيوصل. هل ده حاجة عادية؟ لا، ده تغير خطاب سياسي صحيح توعوي له أثر اجتماعي، وصاحب صاحب هذا الخطاب إجراء، فأصبح الخطاب حقيقي.